كل يوم نختار مع حضراتكم شخصية مصرية مثيرة أثرت أو أثرت الحياة المصرية، سواء في الثقافة، فنون، أدب، كل الحاجات اللي ممكن نقف عندها. النهاردة اخترنا شخصية محبوبة جدا، عملت أدوار قوية جدا ومؤثرة، وكان ليه دور في مسلسل من المسلسلات اللي بتحمل طابع وطني وإنساني، وفي نفس الوقت عندنا بقى أدوار كتيرة جدا. ولو تفتكروا الجملة بتاعت أنت بتستعماني يا هرم، وقصص كتيرة جدا. النهاردة مين نجمنا النهاردة؟ مزجنجي السينما المصرية، النجم الفنان الراحل محمود عبد العزيز. خلينا نشوف قصص وأسرار وحكايات جديدة عن محمود عبد العزيز، ونكمل معاكم أحلى صباح في مصر. صاحب ملامح تجمع بين الفهلوة وخفة الظل والبساطة، لم ينافسه أحد في أدائه نظرا لقدرته الدائمة على التنويع في الأدوار والبعد عن النمطية، فهو المزجنجي صانع البهجة، والشيخ حسن الكفيف الذي يدعي الرؤية، والزعيم المسيطر بثبات وثقة في رأفة الهجان، والمعلم عبد الملك زرزور. لسه كازيون اهو، اللي عايز يقول حاجة يقولها. هو الفنان محمود عبد العزيز، المولود في الرابع من يونيو عام 1946 بحي الورديان بالإسكندرية. تعلم في مدارس الحي حتى وصل إلى الثانوية العامة عام 1962، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق مسرح الكلية، وحصل على البكالوريوس عام 1966، ثم على درجة الماجستير في تخصص تربية النحلة، لكنه لم يعمل في تخصصه وفضل التمثيل. خبر أسود، أنا بلحة حمرا على صفرة، ولا يمكن تكون رودة. بعد تخرجه عمل في فريق الإخراج مع المخرج نور الدمرداش خلال الستينيات والسبعينيات، وحينها تعرض لموقف كاد أن ينهي مسيرته الفنية قبل أن تنطلق، حيث كان يزامله في الفريق الإخراجي للدمرداش المخرج محمد فاضل. وحينما انطلقت رحلة الأخير الإخراجية منفردا، توجه إليه محمود من أجل الحصول على فرصة تمثيلية، إلا أن فاضل أكد له أنه لا يصلح، ما تسبب في غضب محمود عبد العزيز. وعقب ذلك سافر إلى فيينا وامتهن بيع الصحف، لكنه عاد إلى مصر مرة أخرى بعد عام واحد، وكان الطريق مفتوحا أمامه هذه المرة. دلوقتي بس عرفت القرد بيتنطط ليه، عرفت القرد بيتنطط ليه. شعر المخرج نور الدمرداش أن عبد العزيز من الممكن أن يصبح نجما أمام الكاميرا، فأشركه في مسلسل كلاب الحراسة بدور صغير، ثم أشركه بدور أكبر في مسلسل الدوامة مع محمود ياسين ونيلي، ولفت أنظار الجمهور والنقاد وقتها. انت ايه اللي جابك؟ انت بتعمل ايه؟ انت مالك انت؟ ليه مش تعبر؟ ايه اللي جرالك يا محمود؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه تأتي نفسك وتنسف كل حاجة حواليك؟ فين محمود بتاع زمان يا محمود؟ وفي السينما ظهر في أحد الكلاسيكيات من خلال فيلم الحفيد، ووجده المنتج رمسيس نجيب مشروعا ناجحا، فدفع به كتحد بعدما رفع حسين فهمي أجره ليؤدي أول بطولة سينمائية في فيلم حتى آخر العمر. وخلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلما سينمائيا، تنوعت أدواره منذ عام 1982، فقدم فيلم العار، بعد ذلك قدم دور الأب في فيلم العذراء والشعر الأبيض، ثم أدى دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم إعدام ميت. وانتقل محمود عبد العزيز بعمله مع الكاتب محمود أبو زيد إلى ذروة جماهيريته في فيلم الكيف. أبو وش مشدود على قلب كشب. وبعد عامين التقت ثلاثية محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسين فهمي في عمل جديد، وهو جري الوحوش، لكن هذه المرة تفوق عبد العزيز على الثنائي وانتقل من المركز الثالث إلى الأول. وفي عام 1987 قدم واحدا من أهم أفلامه وهو البريء. خليهم يفحطوا بير. فحطوا البير يا فندم أثناء قيام سعادتك بالأجازة. طلع معايا. أبدا يا فندم، خليهم يردموه.
وفي عام 1987 كان محمود عبد العزيز على موعد مع نجاح أسطوري حينما أدى دور رأفت الهجان في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم والذي يحكي قصة جاسوس مصري زرعته الاستخبارات المصرية في إسرائيل. أفهم من كده إن ده عرض؟ أعتقد إن دي مش أول مرة، وأعتقد إنكم عارفين ردي كويس. أما عام 1991 كان شاهدا على ذروة تألق محمود عبد العزيز من خلال فيلم الكيت كات، وكان المرشح الأول لأداء شخصية الشيخ حسن الكفيف هو عادل إمام، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة لإحساسه أن الفيلم لن يحقق إيرادات، فأسند المخرج داوود عبد السيد الدور إلى عبد العزيز، وكانت الإيرادات مفاجأة للجميع فضلا عن النجاح النقدي والمشاركة في العديد من المهرجانات. هو اللي خلاني أبيع البيت بالحشيش. أي والله كل يوم حتة حشيش بعشرين جنيه. بلغ عدد أفلامه التي قام ببطولتها نحو 90 فيلما، وأخرج فيلما واحدا هو البنت الحلوة الكذابة، كما قدم أكثر من 15 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا. وأنا مراعي إنك مراعي، وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمالك. هسويش خط جد. وفي 12 من نوفمبر عام 2016 غابت الأسطورة الفنية، ليرحل محمود عبد العزيز عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الفك. لكن يظل أيقونة فنية وإبداعية تميزت في كل ما قدمته من أدوار وشخصيات، فكان مالكا لحالة شجن ساكنة وراء وجه يبدو مرحا ضحكا يشع البهجة والمرح من حوله. كان نجم محمود عبد العزيز وكان مالي مكانه وساب فراغ، ما حدش يعرف يعمل اللي عمله والادوار اللي جسدها. والحقيقه السينما المصريه والتراث المصري ثري جدا بشخصيات كتير زي محمود عبد العزيز في مجالات كتير، في كل مجال فيه محمود عبد العزيز. ربنا يرحم محمود عبد العزيز، عمل حاجات بسطتنا كلنا وعمل لنا ذاكره وشكل لنا ذاكره جميله جدا معاه. خلينا نشوف معاكم بقى ختام